في الأول جهاز أمن الدولة، تعذيب، كهربا ونزع اعترافات، وبعدين بيجي دور نيابة أمن الدولة العليا وبيبتدي كابوس تاني. المجمع كله اسمه مجمع محاكم القاهرة الجديدة. في جردون أمني من على الناحيتين بيطلع على كنيهات المحامين، حواجز أمنية وأسلاك، وكمية تواجد أمني مكثف جدا، وعربيات شرطة ومدرعات. المبنى عبارة عن 5 أدوار. على الباب في 2 أمناء شرطة بياخدوا كل المتعلقات الشخصية من المحامين. الدور الأول في مكاتب وكلاء نيابة، الدور الثاني في وكلاء نيابة أكتر ومكتب المحامي العام. أول ما يدخل المتهم لمكتب وكيل النيابة، الإضاءة خافتة جدا بتوتر الأعصاب، بتتشال الغمامة من على عينين المتهم وبيدخل لوحده. بتتعمل حاجة اسمها مناظرة ثم دردشة، بينتزع فيها وكيل النيابة اعترافات من المتهم واللي بيكون جاي متبهدل من أمن الدولة، والكلام ده بيكون في غياب المحامي. أوقات المتهم بيكون فاكر إنه مش في نيابة وإن اللي قدامه ضابط من اللي كانوا بيعذبوه في الجهاز. بعد المناظرة بيدخل المحامي وبيقول وكيل النيابة المتهم، يلا بقى أنت هتقولي كل الكلام اللي أنت قلتهولي بس هنسجل. الدور الرابع في مكتب المحامي العام وأوضة بنسميها التلاجة، اللي هي عبارة عن أوضة بتحط فيها الناس اللي هما بيبقوا جايين من جهاز الأمن الوطني ولسه متحققش معاهم. بيكون في منهم ناس متغمية عينيها وبيفضلوا لحد ما يتم توزيعهم على وكلاء نيابة من غير أكل ومن غير مية. فيها سراير بس بيقعدوهم على الأرض مربوطين من إيديهم أو متكلبشين. في بدروم تحت هو جراج العربيات، في آخر الجراج وفي ركن لوحده في حاجة اسمها الحبسة خان، وهي عبارة عن أقفاص بيقعدوا فيها الناس اللي بتبقى جاية جلسات تجديد. هو مكان قذر جدا، تهويته سيئة جدا وريحة فيه وحشة جدا. معدل الجلوس بيبقى أقل حاجة 4 ساعات، ولما بيخلصوا فوق بينزلوا يقعدوا فيه تاني لغاية ما المأمورية تخلص وبعدين يتحركوا مرة واحدة. بالمناسبة ما يصحش حد يفكر ان هو يلعب في أمن مصر وإحنا موجودين. احذروا، كلام اللي كان اتعمل من 7-8 سنين مش هيتكرر تاني في مصر. لا 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 لا، ده انتوا باين عليكم ما تعرفونيش صحيح، ما تعرفونيش صحيح.